مشاهدينا، نتعرف الآن إلى إحدى أصدقاء مركز الحسين للسرطان، وهو أحمد الخصاونة. أهلا وسهلا فيك أحمد معنا على قناة الأردن اليوم. أحمد، شو بتتمنى بالعيد؟ إنه يكون عيد مبارك على الأردن. لمين بتحكي كل عام وأنت بخير؟ لأهلي وأخوالي وعمامي ولأصدقائي جميعا. أنت أي صف؟ صف السادس. تمام. شو ناوي بس تكبر شو ناوي تصير؟ مهندس سيارات. أهلا وسهلا فيك أحمد معنا، كيف حالك؟ الحمد لله. أحمد، لمين تحكي كل عام وأنت بخير؟ لأهلي وعمي وأخوالي. طيب أحمد، شو بتتمنى بالعيد؟ أصير دكتور طبيب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. قد إيه عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين، بالتوفيق. شو بتحكي كلمة بمناسبة العيد؟ إنه كل عام أنت بخير يا أمي وأبوي وإخواني وعمامي، وعيد سعيد. أنا هلأ مع أحد الصديقات وهي سوزان. أهلا وسهلا فيكي معنا سوزان. سوزان، احكي لي أمنياتك بالعيد ولمين تحكي كل عام وأنت بخير؟ أول إشي بحكي أهلا وسهلا فيكم مركز الحسين للسرطان، مركز الأمل والقوة والإرادة. طبعا بوجه رسالتي لجلالة الملك عبد الله، كل عام هو بألف خير، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وأهلي، وإن شاء الله يا رب أشوف. احكي لي عبد العزيز، شو بتتمنى بالعيد؟ يطلع مع اصحابي. وين تطلعوا؟ على المطعم. حلو. طيب لمين تحكي كل عام وانت بخير بالعيد؟ لاصحابي. بهاي المناسبه بحب احكي كل عام وانتم بخير للجميع، اكيد، وبخص بالذكر مرضى السرطان في مركز الحسين وجميع العاملين فيه، وبحب احكي لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالسلامة. تتسارع نبضات القلب بمجرد وصولك إلى هنا. يكافح هؤلاء الأطفال كل يوم معاناتهم مع المرض أملاً بالشفاء وفرحاً باستقبال العيد. هيا باسل، الأردن اليوم، كل عام وأنتم بخير.